نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد عيد ميلاد على تطبيق ويبلاي. نقوم بالضغط هنا على تطبيق ويبلاي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على عيد ميلاد، من ثم سوف نقوم باختيار هنا عيد ميلاد الذي تريده، يوم التاريخ. بعدها سوف تقوم بالضغط هنا على التأكيد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله. نراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.